ما هو حقيقة مرض زومبي الغزلان الذي أصيبت به أمريكا مؤخراً؟ هل يمكن أن نعتبر هذا توابعاً للغضب الإلهي على أمريكا؟ لماذا أثار ذلك المرض الرعب بين الناس؟ وخاصة إشارة العلماء إلى أنه سينتقل إلى البشر؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير، رجينا من الله عز وجل أن تحوذ هذه الحلقة على إعجابكم. فضلاً اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات. إن أمريكا مؤخراً أصبحت تنتشر بها العديد من الظواهر المرعبة والتي تسببت في إثارة الرعب العام هناك، فمن حرائق كاليفورنيا التي تم عمل عليها تعتيم إعلامي بالغ الصرامة إلى الطقس الغير مفهوم الذي جمدها تماماً وجعلها قطعة جليدية، إلى ظاهرة الغزلان الزومبية التي أثارت ضجة هائلة وجعلت العديد من المتدينين هناك يؤمنون أنه سخط إلهي واضح عبر وجود أمراض مرعبة تفتك بالبشر قبل الحيوانات. فقد حذر خبراء أمريكيون من فيروس ينتشر بوتيرة سريعة بين الغزلان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهو مرض الهزال المزمن، وسط تخوفات من انتقال العدوى للبشر. وقد أصبحت الفيروسات تشكل مصدر قلق وخوف للحكومات والأفراد، فأغلب هذه الفيروسات تؤدي للوفاة إن لم يتم تداركها ومعرفة أسبابها وطرق الوقاية منها، وتزداد خطورتها عندما تنتقل بسرعة من شخص لآخر. ومؤخرا حذر خبراء أمريكيون من مرض قاتل أصاب غزلانا في 24 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين، مبرزين خطر انتشاره سريعا ومشيرين إلى إمكانية انتقاله إلى البشر. وينتشر بوتيرة متسارعة مرض الهزال المزمن بين الغزلان بالولايات المتحدة وأجزاء من كندا، وسط مخاوف من أن تنتقل عدوى المرض إلى البشر. والعدوى منتشرة في 22 ولاية أمريكية غالبيتها في وسط البلاد إضافة إلى مقاطعتين في كندا. ويؤدي المرض بتلك الحيوانات إلى حالة غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه الزومبي. وقد وجد المرض في بعض مناطق أمريكا الشمالية بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية. قد يستغرق الأمر أكثر من عام قبل أن تظهر على الحيوان المصاب أي أعراض، والتي قد تشمل فقدان الوزن الشديد، الهزال، والضعف العام بالجسم، وأعراض عصبية أخرى. ويقول خبراء إن الفيروس المسبب للعدوى يضرب الدماغ والنخاع الشوكية، ويتسبب في انخفاض كبير في وزن الغزال، ثم اضطراب حركة الحيوان ونفوقه، كما يمكن أن ينتقل المرض من خلال البول والبراز واللعاب والدم وأجزاء الغزلان وعبر الغزلان الحية. ينتمي مرض زومبي الغزلان لعائلة من الأمراض تسمى أمراض بريون، أو اعتلال دماغي إسفنجي قابل للانتقال. كما تحدث خبراء من جامعة ولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي عما أسموه بمرض زومبي الغزلان، والذي يصيب الغزلان ويؤدي إلى موتها، ولا يعرف حتى الآن إذا كان للفيروس قدرة على الانتقال إلى الإنسان. لكن دراسة جديدة أفادت بأن القردة قد تصاب بالمرض في حال تناولت وجبة لحوم مصابة، وأشار الخبراء إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد لقاحات أو علاجات متاحة للمرض، فيما وضح العلماء أنها تنتشر مباشرة من خلال الاتصال بين الحيوانات، ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال مياه الشرب الملوثة أو الأغذية. وأكد مايكل أوسترهولم مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا إمكانية وقوع إصابات في صفوف البشر خلال الأشهر والسنوات القادمة إذا استمر الوضع على حاله، وقال إنه من المحتمل أن يتم توثيق حالات بشرية مرتبطة باستهلاك اللحوم الملوثة في السنوات القادمة. ومع تقدم المرض قد يكون للحيوانات المصابة مجموعة متنوعة من التغييرات في السلوك والمظهر، قد تشمل هذه فقدان الوزن الشديد، الهزال، الكسل، سيلان اللعاب، العطش المفرط أو التبول، تدلي الأذن الشديد، عدم الخوف من الناس، نزول الدم من الفم والأنف، ومع الأعراض المتقدمة مهاجمة أي شيء. وقد أبلغ عن المرض في 24 ولاية على الأقل في الولايات المتحدة ومقاطعتين كنديتين اعتبارا من يناير 2019 وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. ويذكر أن العلماء يشبهون مرض الهزال المزمن بجنون البقر الذي عرفه العالم خلال السنوات الماضية، والذي لم يكن مسؤول الصحة العامة وأولئك الذين يعملون في صناعة لحوم البقر
يعتقدون في يوم من الأيام أنه يمكن أن يصيب الناس، ويمكن العثور على مرض الالتهاب المزمن في حيوانات المزارع والبرية، ويعرف بأن له تأثيرات مرعبة تستمر لسنوات قبل ظهور علامات المرض على الحيوان. وتأسف المتحدثون عن عدم وجود لقاحات في الوقت الحالي لعلاج هذا المرض الذي ينتشر من خلال الاتصال بين الحيوانات ومن خلال مياه الشرب الملوثة أو الأغذية. وتثير هذه الدراسات مخاوف من احتمال وجود خطر على الناس، إذ إن منظمة الصحة العالمية أوصت منذ عام 1997 بأهمية منع دخول الأمراض الحيوانية المعروفة إلى السلسلة الغذائية البشرية وفق ما تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، واخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.